هيا بنا نبدأ يا وائل. المرة دي صعبة جدا، وعايز أقول لك حاجة لاحظتها في واقعية أكتر في الحلقة دي الحلقات اللي فاتت. خمس متسابقين آخرين هما إكستراكتور كو، تراستون، إنسيو كير، مدرستي وتوريدات. يلا نبتدي ونشوف مين اللي هيكمل معانا ومين اللي هيخرج في هذه الفقرة الإقصائية، ونبتدي بإكستراكتور كو أبانوب. يلا يا أبانوب. أبانوب، أنت بتقدم إكستراكتور كو، بتقدم تكنولوجيا بتساعد الفلاحين أنهم يستخرجوا المواد الفعالة من النباتات العطرية، وده بيساوي مئات الملايين من الدولارات المهدرة. اللجنة صحيح أعجبت بيك لدرجة أنها أدتك الشيك الإضافي اللي معاها، واللي كان عندها رغم أنها كان عندها مجموعة من التحفظات، لكن من أكتر الحاجات اللي كانت سبب فوزك هو أنك أنت عملت منتج حقق نجاح. مشروعك ممكن يكون مشروع عملاق، لو قدرت تعمل اتفاقات مع دول كبرى تقدر تعمل نقلة كبيرة في فترة قصيرة، لكن اللجنة كان لها بعض التخوفات انك احيانا بتقدم مشروعك على انه مجرد مشروع تنموي اكتر من كونه مشروع تجاري. فريق العمل يفتقد لعقلية تجارية تقدر تعمل نقلة، النقلة المشروع محتاجها. لم تنجح في جذب اي استثمارات حتى الان، وعايش لسه على المنح والجوائز. مدير التنفيذي المشروع بيشتغل اللي هو دكتور طارق، بيشتغل معاك بارت تايم. في دقيقة ردك ايه على الانتقادات؟ بالعكس، الانتقادات اللي اتواجهت لنا هي كانت بلان نمشي عليه. هو دكتور طارق كان مدير تنفيذي كلقب، بس فعليا كنت انا بعمله، فده اوريدي عكسناه في البيزنس بلان. المشروع بنتكلم عليه من وجهه تنموي، لان احنا متحمسين جدا لان احنا بنضاعف عوائد الفلاحين، بس في نفس الوقت ده مش معناه ان احنا ما بنكسبش. احنا استخلاص النباتات الطبيه والعطريه دي تاني اعلى تجاره في العالم. احنا بنتكلم دواء كازماتكس 4 بليون دولار كل سنه مصر بتفقدهم، لانها بتصدر 90% كمواد خام. التكنولوجيا اللي بتقدمها اسرع، اسرع، اوفر، وده البلان اللي احنا شغالين عليه. الفرصه بالنسبه لنا هتدينا طريق وتراك بمساعده محكمين ومساعده كل حاجه نقدر نعملها اللاين الجاي، ان احنا نقدر نتوسع. التيم سهل جدا ان هو يكبر طول ما احنا عرفنا وحددنا المشكله فين، احنا هنشتغل عليها ونعالجها. بس هي الفكره كلها ان الاوبورتونيتي متاحه كدوله بتضاعف مساحات الاراضي، الفلاحين موجودين اوريدي بتصدروا مواد خام، واهم حاجه التصدير. شكرا. يعني هنشوف اذا كانت اللجنه شافت ان انت رديت على الاسئله ولا لا. نشوف شهاب بقى. توريدات، يا توريدات. توريدات، انتوا المنصه اللي بتربط المقاولين بموردي مواد البناء. من اكتر نقاط قوتك حسب لجنه التحكيم هي ان عندك فرص كبيره للتوسع، وانك بتثبت اسعارك لمده 3 اشهر، ودي حاجه طبعا صعبه بس عظيمه، وان عندك فرصه انك تعمل تمويل متناهي الصغر لصغار المقاولين، وده هيزود دخلك. لكن من اكثر التحفظات ان قدامك تحدي كبير في الاستمرار على مساله التثبيت السعر، وانا قلت لك ان ده صعب، وانكم ما توسعتوش في خارج القاهره، وفي قلق من الموديل وامكانيه التوسع في ظل الموديل، البيزنس موديل ده، وان ما فيش ما يمنع ان اي حد يجي بكره الصبح ينافسك. ما عندكش تكنولوجيا استثنائيه بتخليك يعني استثنائي. ردك في دقيقه. طيب، هو بالنسبه لموضوع التكنولوجيا في الاول، هو الكور بيزنس بتاعنا مش التكنولوجيا، هو الكور بيزنس بتاعنا هو الاوبريشن في الباك اند طبعا. لان التكنولوجيا هي ريبليسبل، بس كمان علشان الاندستري تقدر يعني تمتص ناس كتير جدا تعرف تلعب نفس اللعبه، لانها اكبر بكتير من ان بلاير واحد يعرف يعمل كده. بالنسبه لخطط التوسع، احنا عندنا فرصه كبيره جدا في التوسع. احنا ابتدينا بس في محافظات في القاهره الكبرى، نقدر نتوسع لمحافظات تانية كتير جدا، ده توسع جغرافي. نقدر نتوسع كمان لبلدان مشابهه زي بلدان مصر اللي هي الاسواق فيها مش فورمالايزد. نقدر كمان ان احنا نقدم فاينانسنج اوفرنج كويسه جدا للشركات الصغيره ومتوسطه الحجم، بحيث ان ده يكبر العائد الربحي بتاعنا ويحسن المارجنز بتاعتنا كمان. بالنسبه لنقطه
ان في كذا شركه تقدر ان انا تريبليس مي اول على طول. للاسف مجال المقاولات هو مجال لم يتم رقمنته حتى الان، هو متاخر جدا في الحته دي، وعلى اساسه البدايات حتى لو كانت شركه 2 3 السوق المصري. وقتك خلص، معلش انا هكون يعني طبعًا حاسمة طبعًا 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 في هذا طبعًا الامر. شكرا يا شهاب، مدرستي اتفضل. عندك جمهور يا عباني. حلم بالنسبه لي الفوز بالمركز الاول، طبعا هيساعدني ان احنا ده بقى على السي في بتاعنا، ان احنا الناس دي اعترفت بينا والحكام دي كلها اعترفت بقدرتنا ان احنا نبقى منتج يستاهل ان هو ياخد الفرصه في اكبر مسابقه للشركات الناشئه في مصر. عباني، انت عامل منصه تعليميه بتدرس مناهج المدارس للتلاميذ بالكرتون والاغاني، من اكتر نقاط قوتك انك بتقدم خدمه تقدر تغير مجتمعات كامله، جوده المحتوى الحقيقه بتاعتك عاليه جدا وافضل من منافسيك كتير، عندك خبره كبيره في مجال التعليم، لكن من نقاط تخوف اللجنة بقى، مش اللجنه ما كانتش مقتنعه قوي انك هتقدر تلغي الدروس الخصوصيه ولا السناتر اللي محدش قادر يقف قصادهم لحد دلوقتي. تغيير المناهج المستمر هيعمل عليك عبء انتاج محتوى جديد وتكاليف طويله طول الوقت، التوسع خارج مصر يتطلب انتاج محتوى جديد بتكاليف اضافيه، ومصر فيها 29 مليون طالب وانت واخد لحد دلوقتي حصه صغيره جدا من السوق، قدامك 60 ثانيه. طيب، اولا نرد على الجزء بتاع التوسع في البلاد. احنا بالنسبه لنا اوريدي احنا بنينا المصنع اللي بيساعدنا ان احنا نبني المحتوى ده. المحتوى ده احنا بنقدر نعمل له ريسايكلينج، فانا لما بعمل موشن جرافيكس مثلا للاتومز او الفلزات او 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 الكلام ده، انا لما باجي اعمله جوه اي بلد تانية انا بقدر ان انا استخدم نفس الموشن جرافيكس ده في البلد الثانيه. لما بعمل سولار سيستم او لما بعمل اي حاجه في الفضاء انا بقدر اعيد استخدامها، فسهل ان انا اقدر اخش لبلد ثانيه. الجزء الثاني بالنسبه لعدد الطلبه، احنا من انجح الناس في الاندستري بتاعنا، ويمكن هو جديد اللي قدرنا ان احنا نوصل لاكبر عدد من الطلبه اللي بتشترك وبتدفع فعلا، وكمان وصلنا لتكلفه قليله جدا، ان انا الطالب علشان اجيبه ويدفع بيكلفني 140 جنيه. فده بالنسبه لنا الجزء. معلش لو تقولي لي خلاص. طيب، وقتك خلص يا عباني، مدرستي مها تراستن. مها تراستن اي جي هو بيقدم مخصبات زراعيه من مواد عضويه. اللجنه شافت انك رائده اعمال صعيديه قويه مثابره قادره على الشرح وتقديم مشروعك وبيعه، وعندك شغف كبير وبتنزلي تبيعي بنفسك للتجار مش للافراد، لكن من اكثر تحفظاتهم ان مش معاكي براءه اختراع، مفيش فرق واضح عن المنافسين بتوعك، مش بتثقي في العاملين معاكي انك تعرفيهم سر الخلطه، وبالتالي ده بيبطئ من توسعك. هيكل الملكيه بينك وبين جوزك مش واضح، عاملين شركتين مش شركه واحده، وده برضو عامل لخبطه. ردك في دقيقه. بالنسبه لان انا مش بثق في حد، لا انا بثق في اللي شغالين معانا. انا عباره عن مكنه واحنا عباره عن تروس، كلنا بندور بعض، وانا الترس الاولاني اللي معايا الخلطه اللي بكون بيها المركبات بتاعتي، وبسيبها لبقيه فريق العمل يقدر يسوقها في السوق. بالنسبه للشركتين، انا كان عندي عدم خبره بالمعاملات القانونيه، ولما استاذ محسن لفت انتباهي للموضوع ده انا كلمت المحامي بعد الحلقه وقال لي لا احنا نعمل دمج للشركتين بحيث تبقى شركة واحدة، انت نسبة 50% وجوزك 50%. انا شاطرة في البيع، دي حاجة حلوة جدا، حاجة حلوة جدا، وهستغلها في مجالي، وهستغلها في مجالي ان انا اكبر واتوسع. ما عنديش براءة اختراع، انا بستغل في اعادة تدوير المخصبات، اعادة تدوير المخلفات الحيوانية، وفي عملية معقدة جدا مش اي حد بيشتغل عليها. تراستون ايجي انتاجي فوق طموحات. اه سيلز بيرسون، نار نار يعني. شكرا يا مها. خليها 51 انت 49 جزك احسن. هي 50 وهو 49، هي 51 وهو 49، هو ده الصح. شكرا يا مها تراستن. انسيو كير يا مينا، يلا يا مينا اتفضل.
انت عامل مضخه تقدر تحدد احتياجات مريض السكر الانسولين وضخاف الدم باستخدام تطبيق الكتروني. اللجنه عجبت بيك جدا انك هتقدر تصنع بالتصنيع المحلي، توفر منتج ارخص، مشروعك ممكن ينقذ ارواح كتيره، وزاره الصحه عميل عندك او محتمل عندك. لكن من أبرز تحفظاتهم إنك لسه محتاج تتكامل مع مشروع تاني عشان تقدر فعلاً تلغي احتياج مريض السكر لأي تدخل وشكشكة. كان في اعتراض على سياسة التسعير وربطها بالدولار، لأنك كده مش هتحل مشكلة المريض المصري اللي بيحتاج لسعر أرخص من المستورد. أنت بتشتغل شغلانة تانية مش متفرغ. ردك في دقيقة. تمام، احنا بالنسبه للربط بين السي جي ام او الحاجه اللي بتقيس السكر، احنا فتحنا تشانل على الموبايل اب نقدر نربط مع اي سي جي ام حاليا. في طريقنا اللي احنا عملنا بارتنرشيب مع بروجكت جلوكوتريس علشان نقيس من خلالهم السكر. ان شاء الله بعد انتاج اول باتش هنعمل بارتنرشيب مع الحاجات اللي موجوده في السوق واللي العميل يقدر يشتريها ويربط الاثنين ديفايس مع بعض. التسعيره بتاعت الدولار احنا راجعنا نفسنا فيها، احنا بننتج هنا في مصر، فقدرنا اللي احنا نوصل بزياده كميه الانتاج بتاعتنا اللي احنا نقلل السعر ونثبت السعر بتاعنا على حسب كميه الانتاج اللي احنا بننتجها. يعني بننتقل من مرحله الام في بي للانتاج الكمي، ده هيعمل معانا نقله كبيره في السعر، وهو يثبت بالسعر المصري مش بالدولار. بالنسبه للنقطه الاخيره اللي هو الشغل في شغلانه ثانيه، هي كانت مرحله علشان اقدر اقوم بيها البيزنس بتاعي، اقدر اقوم بيها الشركه بتاعتنا ونوصل للام في بي بتاعنا اللي احنا بعد كده نبتدي منه اللي احنا نوصل للمنتج النهائي بتاعنا. هي كانت مرحله علشان توصلنا للهدف بتاعنا. شكرا شكرا شكرا. ولازم احيي اسراء من جلوكوتريز اللي اظن موجوده معانا النهارده. اسراء اوقفي، اسراء كانت معانا في التصفيات الاولى وما كانوش يعرفوا بعض، لكن جلوكوتريز وانسيو كير عملوا شراكه مع بعض، فبحييكي يا اسراء. ونتمنى ان الشراكه دي تكمل. يلا بقى نسمع راي الحكام. هيا بنا نبدا يا وائل. المره دي صعبه جدا، وعايز اقول لك حاجه لاحظتها، في واقعيه اكتر في الحلقه دي في الحلقات اللي فاتت. إزاي؟ يعني الردود عجبتني جدا جدا. ردود توريدات عجبتني، ان هو بيقول لا انا مش شركه تكنولوجي. هو كان بيقنعنا الحلقه اللي فاتت انه شركه تكنولوجي، هو لسه ما بقاش شركه تكنولوجي. ردود اكستراكتور عجبتني، ردود انسيكير عجبتني، فانا محتار. بس يعني حاسس ان هم اتعلموا من يعني او بيغيروا حاجات نتيجه جداً للتسابق الاولاني في الحلقات الاولى. تقديري انا انهم سمعوا الحاجات اللي احنا قلناها وعملوا حاجات، يعني ايه، حتى التفكير اتغير وطريقه الكلام اتغيرت. فانا مبسوط يعني بجد محتار اختار مين. بس انا هختار مدرستي واكستراكتور. مدرستي واكستراكتور يا دكتور عمرو. انا برضو محتار بصراحه، فعلا الجروب ده جروب قوي جدا، كلكم نفسي كلكم تفوزوا بصراحه. بس انا ان شاء الله صوتي هديه ل تراستون مها. مها وانسيو كير مينا. وانسيو كير. واحد 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 واحد. الله. ربنا معانا بقى. صعب قوي. عمر الصاحي. بس هو أول شركة أنا ما عنديش أي نوع شك فيها، فأنا هقولها عشان تبقى واضحة وصريحة. مدرستي أنا وراك 100%. مدرستي. مدرستي. تاني واحدة كانت صعبة. أنا بصراحة الردود كانت هايلة. توريدات أنت ردودك هايلة هايلة هايلة. بجد فعلا. لكن أنا مع الأسف عشان ليا اختيار اتنين، أنا لسه ما زلت حاسس إن ممكن العالم كله أو بلدنا كلها تتغير لو إدينا الصوت وإدينا له فرصة، فأنا هدي صوتي لإنسيو كير. إذن إحنا كده إنسيو كير 2، مدرستي 2، تراستن 1، إكستراكتور 1، توريدات للأسف لسه ما خدش ولا صوت. أمل. أنا زي عمر بصراحة، في حاجة واضحة وصريحة مدرستي. يعني مدرستي. صوت كمان لمدرستي. غالباً الأغنية لسه معلقة من الحلقة اللي فاتت. أنا نزلتها. الحمد لله. بتاعت الفلزات.
بس انا زي باقي اللي منبهره بالردود النهارده ان فعلا الناس اخذت الفيدباك وكملت عليه وبنت عليه. فعلى هذا الاساس انا هدي صوتي لتراستن. تراستن يا دماطي. مدرستي برضو. مدرستي مدرستي اكستراكتور ممكن يبقى في حاجه كبيره. اكستراكتور محسن. صوتي مع انسيو كير الاول قلبا وقالبا. انسيو كير. الصوت الثاني صعب جدا يعني. البيزنس موديل بتاع توريدات انا يعني عقلي كله معاه، لان انت بتحاول تديسربت برضو حته جديده، وانا حاسس ان انت عندك يعني فرصه للسكيلابيلتي يعني لا لا يعني كبيره جدا، بالذات في وضع الكونستراكشن اللي ماشي في البلد دلوقتي. بس انا قلبي وصوتي حديه لتراستن، لان انت يا مها لا خدي بالك، انا صوتي اللي انا مديهولك ده مش مبني على الشركه خالص، ده مبني عليك انت كانسانه، لان انت ممكن يعني اي حاجه هتمسكيها هتنجحيها، فواضح تماما يعني. برافو يعني. استغربت جدا ان محسن سرحان غير رايه فيا، وهو لمس حته حاجه فيا ان انا باخد بال يعني بالسلبيات بحب اصلحها. مدرستي واضح ان انت عديت، لكن ما بين تراستن و وانسيو كير يا عدوي انت الفيصل. طيب خلينا نتفق الاسهل الاول. الاول مدرستي. مدرستي مدرستي عدى خلاص ماشي. ثم صوتك الاخراني ده ممكن يبقى فيصل. ممكن الصوت الاخراني تراستن علشان الموضوع وعلشان وبكده اللي هيكمل معانا مدرستي وتراستن. بعتذر لاكستراكتور لانسيو كير لتوريدات معلش، بس مها واباني قدروا ان هم على فكره ده انا عارفه انه كان تصويت صعب جدا 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 مش كده؟ المره دي كان جداً تصويت جداً صعب. صعب بالحقيقه ما كنتش متوقع خالص ان هو تبقى زيرو فوتنج يعني، استغربت جدا. كانت مرحله حلوه اللي احنا نوصل لها، فانا مش زعلان اللي انا يعني طلعت من الاول. اول ما خرجت من البرنامج انا لقيت الناس بتوع بنك الطعام قدامي، هم قالوا لي احنا عاوزين نقعد معاك عشان في جزء احنا عاوزين نشتغل فيه معاك، فانا جاي ده جاي البرنامج عشان كده، جاي البرنامج عشان فرصتي. هيكمل معانا تراستن ومدرستي.